إجا الصيف وبعد ما خسرنا العشرين كيلو يلي كسبناهم بالشتوية، بس الحمد لله النية موجودة وبتضلها كل يوم نجددها. بنفس الوقت غمضنا عين، فتحنا عين، عملنا سكرول سكرولين، لقينا نص مشاهير العرب والأجانب قلبين على نصهم، وإذا حدا سألهم كيف ضعفته بيقولوا لك شربنا مي كتير، قطعنا الخبز وتنفسنا منيح. أنا أخذت هذه إبر التخسيس وأخذتهم حتى مرتين، إبر اليومية واللي صاروا إبر أسبوعية، فأنا ما فادتني. هالقلبان هيدا كله رجع فتح باب النقاش والجدل حول أدوية التنحيف، وعلى راسها مونجارو وأوزمبيك يلي منضل نشوفهم على السوشيال ميديا، وهوب صاروا ترند، وصار يلي عم ياخد هالدواء كأنه اشترى ثياب جديدة. رحت حق دكتور قلت له أبي أجرب إبرة الأوزمبيك اللي سمعت عنها الكل يستخدمها، وشفتها بالتيك توك وشفتها بكل مكان، وكانت أيضا ممتازة، ولكن أعراضها الجانبية علي كانت مزعجة. بس كيف بتشتغل أدوية التنحيف؟ وهل هي فعلا الحل السحري الخالي من الآثار الجانبية؟ وهل رح تفتح هيدي الأدوية باب الطرق المختصرة فيما يتعلق بالصحة؟ الجوهرتين على تاج أدوية التنحيف حاليا هن مونجارو وأوزمبيك، وهن أدوية تستخدم لعلاج مرض السكري من نوع 2. طيب كيف تشتغل وليش إلها هيدا التأثير السريع بإنقاص الوزن؟ ببساطة هيدي الأدوية بتشتغل على تنظيم مستويات السكر بالدم وتحفيز إفراز الأنسولين يلي بيساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع. الفرق بيناتهم بسيط، الأشخاص يلي بياخدوا أوزمبيك ممكن يخسروا 15% من وزنهم خلال 68 أسبوع، بينما يلي بياخدوا مونجارو ممكن يفقدوا 20% من وزنهم الأساسي خلال 72 أسبوع. سبب شهرة هيدا الأدوية بالذات مش تأثيرها وتسببها بخسارة الوزن، بل قربها من المشاهير. كتير مشاهير وشخصيات عامة عرب وأجانب أعلنوا أنهم بياخدوا هيدا الأدوية، وهيك انكسر التابو تقريباً، وصارت الأدوية يلي يفترض ياخدها الأشخاص يلي بيعانوا من سمنة شديدة ياخدوها الأشخاص يلي ناقصين كم كيلو ليلبسوا القياس يلي بدهم إياه. بس السؤال يلي بيخطر ببالنا، هل هيدا الأدوية سحرية وخالية من التبعات؟ في أشخاص عم يظهروا الموضوع أنه بسيط وسهل، بس الواقع أكثر تعقيداً. الأدوية يلي ما لازم تستخدم بدون استشارة طبية إلها أثار جانبية بتختلف من شخص للتاني، مثل الغثيان، الإسهال، وأحياناً مشاكل بالبنكرياس، وإضافة لتساقط الشعر وجفاف وترهل بالجلد. وفي ظاهرة شفناها بكتير مشاهير اسمها وجه الأوزمبيك، وهو وجه مترهل وعيون غايرة، والسبب خسارة وزن كتير بوقت سريع. تدرون وش المشكلة الكبيرة مع إبرة التنحيف مثل الأوزمبيك والمنجارو؟ مو بس لأنها تسوي ترهل وتخلي الواحد شكله أكبر من عمره بخمس سنوات، ولا لأنها تسوي جفاف شديد في الجلد. مشكلتها الكبيرة حتى لو الواحد رجع واكتسب الوزن اللي فقده، الدهون اللي اكتسبها ما راح تتوزع بالشكل الطبيعي مثل ما كان الوضع قبل نزول الوزن، وهذا معناته للأسف أن علامات الشيخوخة اللي ظهرت في الغالب تستمر إلى الأبد. الحالة هذه حاليا تسمى في عالم التجميل الأوزمبيك فيس. الأمور ما بتوقف عند الأعراض الجانبية اللي قلناها، في مخاوف مستمرة من استعادة الوزن وقت الشخص يوقف الأدوية، لهيك في كتار استعجلوا وأخذوا الأدوية كحل سريع بدون تغيير نمط حياتهم، وهيدا بيؤدي لاستعادة الوزن بعد التوقف عن استخدامها. يعني ببساطة الأدوية غالبا بتساعد، بس منا بديل عن نمط الحياة الصحي. Research shows that most people who stop Ozempic will regain most of their original weight. So in specific cases, Ozempic can be a game changer for the treatment of obesity. But for someone who is slightly overweight or a normal weight and taking Ozempic to shed a few kilos or get that summer six pack, are you willing to risk a side effect like pancreatitis and inflammation of the pancreas, which can be lethal? Ozempic alone is not sufficient for sustainable long-term weight loss. It has to be combined with lifestyle changes, including dietary habits and exercise. بالآخر أدوية مثل مونجارو وأوزمبيك ممكن تكون فعالة بإنقاص الوزن، هيدا شيء ما في خلاف عليه، بس منا حل سحري أبداً ولا خالي من التبعات، وهيدا الحل الأخير لبعض المرضى ومش الحل الأول مثل ما كتار عم يوهمونا. انتو حكولنا رأيكم وشاركونا تجربتكم بالتعليقات.